هذا على الاقتصاد العالمي. حضر معنا الدكتور خليل العربي الباحث، خليل العربي الباحث بمركز الدراسات المتوسطية والدولية ومع تونس للسياسة. مازال كي أصدر ورقة وقد بحث في هذا الشأن، دوك كان عنوان البحث هذا معناتها مسار 25 جويلية أمام التوازنات الدولية المتحركة، الشعب يريد وتحديات الغذاء والأمن، وجزء كبير كان يتطرق للصاير وممكن يصير بين روسيا وأوكرانيا. مانيش نقولوا تنبأ، مش نقولوا خدم على روحه هذا خدمته معناتها. صباح خير، مرحبا بك. صباح النور، مرحبا. شكرا لك. شكرا لك. نبداو معك جوستومون، يعني نحط الامور في اطارها. فما ناس الان اكتشفت ممكن الصراع بين روسيا واوكرانيا واللي صار البارح، ولكن الامور معقده اكثر من هكا. معناتها كان تعطينا قراءه سريعه، شنو اللي وصلنا للحرب اللي اندلعت البارح؟ بالفعل المسألة أعقد من أنه أزمة حاليا بدأت باندلاع بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. بدأت المسألة أصلا عندها أصل تاريخي، خاصة نجم نبدأ وإحنا من قريب من بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. أوكرانيا ظهرت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي باعتبارها جمهورية سابقة، لكن صار اتفاق في حينها بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أنه السلاح النووي تم نقله تملكه فقط روسيا، ونزع وأوكرانيا مع الضمانات أنه أوكرانيا ما تدخلش في الناتو. فكان نوع من التوازن الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في تلك المنطقة. وكنا نذكر أنه كل أوروبا الشرقية كانت مخبر كبير اشتغلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الدول الوطنية الناشئة في حينها، أو دعم القوميات الناشئة في حينها في أوروبا الشرقية. وهذا كان نوع من أنه بناء حاجز بين روسيا وأوروبا الغربية. لكن التوازنات بدأت في التغير، خاصة مع بداية الألفية. المسألة الحساسة اللي خلت روسيا تعيد النظر فيما تم الاتفاق عليه، انه اتفاق مينسك اللي صار من 2015 بين روسيا واوكرانيا برعايه فرنسا والولايات المتحده الامريكيه ورعايه الاتحاد الاوروبي بصوره عامه، انه تم التراجع فيه، حيث انه اوكرانيا ابدت رغبتها في الدخول للاتحاد الاوروبي ودخول في حلف الناتو، وهذا يعتبر خرق وتهديد للامن الروسي. فروسيا عندها مشاغلها الخاصه من الناحيه الاستراتيجيه، انه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه وكندا وحلف الناتو عموما سيصبح في خاصره روسيا في اعلى حدودها. من هنا الاهتمام الروسي باوكرانيا، حاولت بالطريقه هذه انه تفرض نوع من التوازن الجديد لحمايه نفسها، واشتغلت على الملف هذا منذ فتره، بدايه من جورجيا الى ضم اقليم القرم الى ثم الى اوكرانيا. في 2014 تم اقليم القرم في 2000 في 2014. تذكروا وقتها شو اللي صار؟ بس حد شيء ما صار حد شيء. فعليا احنا نجم نحكي حاليا انه روسيا قاعده تحاول تعيد بناء التوازنات في النظام في النظام في النظام الدولي. خلينا نتفكر انه النظام الدولي من بعد الحرب العالميه الثانيه كان مرتهن بصراع الاتحاد السوفيتي الولايات المتحده الامريكيه، لكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي التوازن اختل في اتجاه انه ثم شرطي العالم اللي هو الولايات المتحده الامريكيه، ولكن نلقاو انه التوازنات الاقتصادية الكبيرة اللي تغيلت بفعل صعود الصيني اللي هو الحليف الروسي، وفي نفس الوقت عودة روسيا إلى الساحة الدولية عبر إعادة بسط نفوذها التاريخي اللي تعتبره هي فقدته بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، خاصة في القارة الإفريقية. ومن هنا فإنه نشوفوا إنه التوازنات قاعدة تتغير، بل أكثر من ذلك التوازنات ربما هي على مشارف الاتحاد الأوروبي،
في علاقة بالملف الأوكراني، لكن العمل والعمل الروسي على إعادة حضورها امتد أيضا في أفريقيا، امتد أيضا في أمريكا الجنوبية. نتفكر أن أمريكا الجنوبية هذه وفقا بناء على السياسة الاستراتيجية الأمريكية ومبدأ المبدأ يسميه مبدأ مونرو، أنه هي الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد أنه أي دولة أخرى أو أي عدو آخر أنه يكون في هذا الفضاء، لأنه سيمثل تهديد للولايات المتحدة الأمريكية. لكن روسيا والصين كذلك عادت تحاول أو تحاول تغيير هذه التوازنات عبر الدخول في هذه الفضاءات، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. يعني تحاول إعادة التوازن من جديد في النظام الدولي، لكن أنه المفارقة أنه كيف تشتغل على هذا الملف روسيا، كيفاش تعمل هذه وسائلها مختلفة خلاف الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنه أمريكا قوة اقتصادية فعلا عظمى ولها الإمكانيات العسكرية أيضا للتدخل في أي نقطة من العالم، لكن روسيا تستعمل وسائل أخرى في إطار ما يسمى بالحرب الهجينة أقل كلفة، عبر فاعلين هم ليسوا رسميين، هي ليس الجيش الرسمي، نون ستيت أكترز كما الفاغنر ما إلى ذلك، بالإضافة للحرب الإلكترونية، المؤسسة الرسمية الخاصة بالبحوث في الإنترنت اللي هي وكالة خاصة في وكالة رسمية في روسيا الإيرا، تستغل على ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الإعلام الرسمي أيضا الناطق بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية بكل أنا بحكي على جانب الدعاية معناتها، على ولكن جانب صح الدعاية، حرب هذا يرافق العمل العسكري. والجانب الثالث هو الجانب الاقتصادي، أنه في كل تدخل روسي ثم جانب زاد اقتصادي، الشركات الروسية تتحرك مع العناصر الأمنية التابعة لروسيا، الحضور الروسي في ليبيا عنده جانب اقتصادي كذلك، الشركات الروسية اليوم حاضرة في أغلب الدول الأفريقية، تجري اتفاقات عسكرية مع عدة دول، إلى حد الآن نجم نحكيه على أكثر من 20 اتفاقية عسكرية مع دول أفريقية، وأهمها بالنسبة لنا إحنا في المنطقة هي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر من 2006. بدأت في هذا النجم نتفكر مثلا في مسألة العمل الانترن العمل الاشتغال على الدعاية عبر الانترنت في 2018، الانتخابات في مدغشقر تم التأثير عليها، وتم بنفس الأسلوب اللي صار في اللي نحكيه عليه في التأثير على البريكزيت، استغلت نفس هذا الأسلوب تم استعماله في الانتخابات الرئاسية في 2018 في مدغشقر. كذلك أيضا قبل دخولها إلى مالي والاتفاق مع مالي لدخول قوات فاغنر، تم الاشتغال عبر وسائل الاتصال الاجتماعي لبناء حاضنة شعبية تقبل بالحضور الروسي. ولو لاحظت انه في اود في حين او بعد الانقلاب في الصيف كان ثم مظاهرات في مالي مباشرة ترفع الاعلام الروسية وترفع صور بوتين، يعني في مالي رغم انه لا يوجد لا خلفية اقتصادية ولا علاقات ثقافية ولا سياسية كبيرة مع مالي، لكن القوا انه الحضور الروسي بانه ثم الجمهور كان ينادي بشخصية بوتين وبالتعاون الروسي المالي. في نفس الوقت تم صعد الرفض الشعبي للحضور الفرنسي في مالي. فالاشتغال على الحرب الإلكترونية اللي تعتبر هي وسائل أقل كلفة من أنك ترسل الجيش التقليدي من أجل التمهيد للحضور الروسي في مالي، وهذا الأسلوب ما زالت تعمل عليه في اللي يعتبر يسمى الحرب الهجينة، هي أسلوب روسي لأنه لا تستطيع الاشتغال عبر الحرب التقليدية المكلفة كما الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلاتها في المنطقة خاصة منذ الحرب العراق وما إلى ذلك، بل هي استغلت وسائل أقل كلفة لضمان نفوذ اقتصادي، نفوذ استراتيجي تاريخي خرج منه الاتحاد السوفيتي. نتفكروا في 2009 ميدفيديف عمل زيارة مكوكية على أغلب الدول الإفريقية، وقالها صراحة من واجبنا أن نعيد ما خسرناه في إفريقيا، فثم استراتيجية وهي تعتبر أولوية بالنسبة لروسيا، القارة الإفريقية
هي نفوذ تاريخي لابد من إعادة اكتسابه مرة أخرى. خلينا نحكي واخر بيلون ثم نمشي وفاصل قصير نرجع معك سي معز العبيدي. 137 حسب الرئيس الاوكراني 137 شخص توفاو. متقلق يقول كيفاش معناتها اليوم الناس كل خلات بلاده وحدها قدام روسيا، مواجهه روسيا وحدها. اخر 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 التصريحات اربع دراج التالي مثلا نعطيكم بعض الاخبار الاخرى معناتها الرئيس الاوكراني اكد يقول ان القوات الروسيه قاعدين معناتها يسيب في المدنيين، يقولوا في مناطق مدنيه. أعطى أيضا الرئيس الأوكراني يقول أن السانكسيون هذوما اللي قام بهم الغرب على روسيا يقولوا غير كافيين، ورانا معناتها اليوم حاسين رواحهم وحدهم كما كنت نقول. فما حسب بعض المصادر الدبلوماسية الأوكرانية كما كنت تحكي يقولك فما دي مومبر متاع الجروب فاغنر معناتها متواجدين في كييف، دونك وخايفين من عمليات إرهابية بين فن لأنه يعتبروهم ما همش جيش رسمي، وفي الحالة الكل هي معناتها يعتبروهم عمليات إرهابية. ايضا يقولوا معناتها فما قصف كبير معناتها هذايا تقريبا الستة غربة بتاع الصباح بوقتنا في تونس، معناتها وزير الخارجية الاوكراني يتكلم على قصف رهيب معناتها قال بالصواريخ الروسية على كييف على العاصمة كييف في حي يقول معناتها السكني عادي في جنوب شرق العاصمة الاوكرانية الى اخره. لو بيلون كما قلنا قبيليك لحد الان يحكيوا على 137 شخص قاو حتفهم في الحرب هذه. يقولوا ايضا انه 75 انستالاسيون ميليتير معناتها تم يا قصفها يا القضاء عليها يا معناتها تحت سيطرة روسية، منهم 11 مطار. فما المطار اللي 25 كيلومتر يبعد على العاصمة الأوكرانية اللي حتى في الليل زاد كيف كيف معناتها الرئيس الأوكراني قالوا أنه هو تحت سيطرة روسيا معناتها سيطروا عليها 25 كيلومتر على كييف. بالإضافة للموانئ اللي على البحر الأسود أنه واحد من أهدافها أنه السيطرة على الموانئ الموجودة على البحر الأسود لأنها هي النافذة على البحر الاسود، النافذه الاقتصاديه للتصدير وتصدير النفط وال وهذا سام في ترانزيسيون مع سماج جوست بالنسبه للمطار هذا لانه مهم. قال انه روسيا مسيطره على المطار هذا ولكن قال معناتها فما باش يحاولوا معناتها ايزون بلوكي معناتها قالوا نزول الباراشوتيست معناتها الروس، ولكن وقالوا قال هو شخصيا اعطى لوردر معناتها باش الجيش الاوكراني يحطم الانستالاسيون هذوما معناتها كان لازم يقصفهم هو بنفسه معناتها يكسرهم باش ما يتمش استعمالهم لانه استراتيجي معناتها بالنسبه اليوم. جوستومون نمشيو فصل قصير نرجعوا باللي كنت تقول فيه التداعيات الاقتصاديه. خلينا نحكيو ساعه صعيد دويت وبعد نقرب بشوي بشوي على التداعيات هذا تونس باش نرجعوا معك سي معز العبيدي جوست فصل قصير. انت اللي ديما معايا كيما انت تسمعني وتسمع حكاياتي، تقف معايا في كل وقت. واه شنو وعمرك ما تخليها بيا، واكثر حاجه نعرفها ومتاكده منها محبتك ليا. صار هكا الحكايه ولازمك تعرف اللي انا نحبك. يا بنيتي يفرح قلبك وان شاء الله نفرح بيك. بوكا مون امور. لا تدور ولا تحتار في صالون دو موبل دو تونس، عندك ما تختار الستيل الكل على كيفك، ارتيزانال كلاسيك كونتمبورين واثاث بيوت الصغار. معرض تونس للاثاث من 18 ل 27 فيفري بقصر المعارض بالكرم من 10 ونص نتاع الصباح لل 7 نتاع العشيه، وما تنساوش اللي الباس فاكسينال اجباري لدخول المعرض. L'Organisation internationale pour les migrations organise sous l'égide du gouverneur de Jandouba la troisième édition du Forum de l'investissement et de l'entrepreneuriat des Tunisiens résidant à l'étranger. Des workshops entre TRE et jeunes entrepreneurs,
une foire d'exposition et 4 sessions de formation pour les jeunes chercheurs d'emploi, et ce à partir du 21 février 2022 à Jindoube. Et n'oubliez pas, une émission spéciale sur Express FM vous attend en direct de Jindoube en marge de la clôture du forum le 3 mars 2022. Digilab, l'émission 100% transformation digitale, كل نهار اثنين من الأربعة للخمسة ونص نحكيو على الحلول والفرص في قطاع التكنولوجيا في تونس بمشاركة أصحاب القرار لي دي سي و لي زيكسبير. ما تنساوش موعدنا مع وليد برحومة وكامل الفريق كل نهار اثنين من الأربعة للخمسة ونص على إكسبريس أف أم ولا على الباج متاعنا ديجيلاب باي إكسبريس أف أم. ديجيلاب فوتر لابوراتوار دو ترانسفورماسيون ديجيتال. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999, pour apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation. Sofrecom Tunisie, 10 ans d'expertise et plus de 1000 compétences. Interview Expresso. مرسي في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. ديبا اليوم على بطبيعة بصفة عامة معناتها اللي صاير في أوكرانيا وتداعيات هذا الكل على المنطقة. حاضرين معنا في برنامجكم إكسبريسو اليوم صباح للنقاش، نحكيو على الجانب السياسي والجانب الاقتصادي. الأستاذ معز العبيدي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة التونسية، نجد لك تحية، مرحبا بك من جديد. والدكتور خليل عربي، الباحث بمركز دراسات متوسطة ودولية ومعهد تونس للسياسة، مرحبا بك من جديد. عطيتنا الكادراج، نقولوا بوليتيك وهيستوريك، تاريخي وجيوغرافي والسياسي للوضعية، وشنو هو اللي كيفاش وصلت الوضعية اللي وصلت له البارح واليوم وساعات الأخرى. التداعيات الاقتصاديه لدي سي معز العبيدي فقط في كلمه قبل ما نمشيو مع فاصل أيوة. مره اخرى هكا اشو شكرا وسيم. معنى التداعيات الاقتصاديه هو اول حاجه باش نشوفه قبل ما ندخل في الديتاي، هو انه معنى فما نوتر شوك سيستيميك. أيوة. معناها كانه باش يطول في عمر تداعيات نتاع الكوفيد، معنا في بالنا احنا أيوة. دوزون وش نخرجوا منه توا اليوم، اذا الحكايه معناها طول تنجم يكون عندها انعكاسات. وكيف نقولوا معناها بالنسبه للحرب اليوم، هو انه فما بوكو دانسيرتيتود، فما سيرتيتود انه قداش باش طول، شكون من البلدان اللي باش تدخل فيها. دونك فما برشا سيناريوهات اللي باش يكون عندهم تاثير. صحيح فما انيفي ايميديا سيغ لي مارشي وعلى الاسعار المواد الاوليه والكل، ولكن زاد مربوط بانه اسكو رقعه الحرب باش تبقى في معناها ما بين اوكرانيا وما بين روسيا، والا باش تتوسع. والوقت زاد اوسي يلعب دور. واليوم احنا اون جرو بحكم انه قراب من اوروبا، بحكم انه السوق الاوروبيه هي تنجم تقول السوق نتاعنا، لانه المتضرر الاول هو باش يكون اوروبا نظرا معناها للتبعيه نتاعو بالنسبه للانرجي ومعناه الوحد والقمح وكل ولا. دونك هذا معنا اون جرو نجم نقولوا انه الوضعيه اللي تري ديليكات والانعكاسات راهو ماهيش باش تقف اسو نيفو لا. فما شيء ايميديا شفناه، وفما شيء نجم يكون يزيد معناه يزيد يقوى من بعد ولا. باش نمشيو فاصل قبل دونك باش نحكيو، شفنا قبيلك فما اخبار ما حكيتش عليها خليتها من بعد جوستومون. اخر 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 اخبار معناتها عنده ممكن ربع ساعه، البنك المركزي الروسي والسلطات الماليه الروسيه قالوا انه باش يدعموا البنوك اون سوبي دي سانكسيون، معناتها ماهوش يخليهم احدهم باش يدعموهم الى اخره. دونك حرب اقتصاديه زاد بالطبيعه باش تكون، وتداعياتها شفنا البرميل، شفنا سعر البرميل، شفنا بالطبيعه الحبوب معناتها وصلت، ونعرفوا تونس اوني ديبوندون، هذوما حاجتين ديجا اون ديبون منهم معناتها على الاخر في حساباتنا. نمشيو فاصل قصير ثم نرجعوا معاك على اكثر التفاصيل على التداعيات الاقتصاديه، وباش نرجعوا بالطبيعه على الجانب السياسي باش نحكيوا على التداعيات بصفه عامه في العالم على تونس الاقتصاديه، وفماش تاثيرات سياسيه علينا، مواقفنا كيفاش شكون، وايضا بالطبيعه وين تنجم توصل هالازمه هذه. مواصلين معاكم في الدباء. كل مشروع يحكي حكايه، يعبر على خبره وطموح ما عندوش نهايه.
نبنيو الصعيب ونتعديو للي أصعب. جروب جلولو، نبنيو بلادنا على قنطرة صحيحة. Next Step, votre fournisseur de services cloud certifié à la fois ISO 9001 et ISO 27001. Vous souhaitez réaliser votre habitation, votre local professionnel? Carthago Céramique et Carthago Briques vous proposent leur gamme variée de carreaux, grès, faïence, pavement et briques rouges. Exclusivement fabriqués en Tunisie et répondant à toutes les normes internationales de qualité. Carthago Céramique et Carthago Briques, le label tunisien de qualité. خبرتنا تحكي علينا. 48 سنة نساهموا في تطوير اقتصاد بلادنا. احنا اللي حطينا حجر الاساس من عام 1974 لليوم. لجروب سوروبات في تونس وافريقيا زادة. وفي البعث العقاري، عقارية الجنوب والعقارية التونسية فرحوا برشا عائلات باكثر من 2000 مشروع سكني وتجاري واراضي مهيئة. هذا الكل بجودة عالية وأسوام في متناول كل الشرائح الاجتماعية. جروب سوروبات، خبرة، جودة وإتقان. Ensemble, construisons l'avenir. الشركة التونسية للسيارات STA الموزع الرسمي لكرهب شيري ماشية في ثنية صحيحة، في ثنية ما توفاش متاع فرص ونجاح. واليوم STA وكرهب شيري في تونس تدخل البورصة، اما خذ فرصتك، شارك في راس المال متاع STA وشد ثنية صحيحة للاستثمار. الاكتتاب يتواصل حتى نهار الجمعة 4 مارس وسعر السهم ب 17 دينار. اتصل بنا كابيتو المكلف بالعملية وإلا وصيتك بالبورصة. انت اللي تفرهدني، تعطيني الضحكه والفرحه، وفي كل وقت معايا. اسمع يا سيدك، وكل رانديفو معاك هو احلى رانديفو، وانا ديما نفكر فيك. يطلع منه عزيز، ونعرفك تحبني، وانا تو باش نقول لك نحبك برشا. بوغا مون امور. Vous êtes porteur d'un projet innovant, vous avez créé votre start-up, MN Bank vous accompagne grâce à son pack MN Start-up qui vous offrira de nombreux avantages avec une tarification très attractive. MN Bank, le partenaire de votre succès. Flash Change. السلام عليكم ومرحبا بكم في Flash Change الحصة الصرف لنهار الخميس 24 فيفري 2022. البداية بسوق الصرف المحلية، وين تم صرف الأورو ب 3 دينارات و 250 مليم، في المقابل تم تداول الدولار بدينارين و 920 مليم. في أسواق الصرف العالمية، تسبب القصف الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط. الحرب اللي تشنها روسيا تسببت في ارتفاع مؤشر قياس الدولار أمام العملات الأجنبية الرئيسية، ارتفاع كان في حدود 0.91% الأعلى منذ نهاية شهر جانفي. الين الياباني من جهته سجل ارتفاع ب 0.29%. الأورو سجل تراجع ب 1.15%، أدنى مستوى ليه منذ 31 جانفي الفارط، ويتم تداول العملة الأوروبية الموحدة ب 1.11 سنت للأورو الواحد. الروبل الروسي تراجع ب 10.9% أمام الدولار، أدنى مستوى تاريخي ليه منذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا. أسعار النفط تعرف ارتفاع، وربح بريل برانت 7.64% في حدود 104.24 دولار للبرميل. الخفيف الأمريكي من جهته ربح 7.22% في حدود 98.75 دولار للبرميل. هكا نكون وصلنا لآخر فلاشونج اليوم. للمزيد عن أخبار العملات زورونا على موقعنا radioexpressfm.com، متابعة طيبة لبقية برامج إكسبرس أف أم. Flash Change Express FM زيد في القيمة. Interview Expresso. موصين في برنامجكم لو ديبا، نواصلوا مع ضيوفنا اليوم الصباح في برنامجكم اكسبريسو الدكتور خليل العربي، باحث بمركز دراسات المتوسطيه والدوليه ومعهد تونس للسياسه. نجدد لك التحيه، مرحبا. والاستاذ معز العبيدي، استاذ العلوم الاقتصاديه بالجامعه التونسيه. استاذ معز العبيدي، تداعيات الازمه هذه على الوضع الاقتصادي العالمي بصفه عامه، شفنا لي سانكسيون، شفنا ديجا امباكت على الاسواق، شفنا لي سانكسيون ايكونوميك، معناتها شنو تداعياتها؟ كان تعطينا تفاصيل. بو معناها اول حاجه هو انه اللي شفناه هما بالنسبه للمواد الاوليه
بالنسبه للبترول، بالنسبه لل معنى لي ماتير بروميير واللي برودوي باز كيما بالنسبه للقمح. دونك فما معنى اون فورت اوس معنى دي بري، وهذا يرجع لانه مثلا كي ناخذوا القمح معنى البترول، روسيا هي لو برومي اكسبور معنى لو دوزيام اكسبورتاتور بعد العربيه السعوديه. كي نشوفوا هذا بالنسبه للبترول، بالنسبه للقمح معنى روسيا هي لو برومي والاوكرين هي الكاتريام. دونك معنى هذا نفهمه، وبعد نشوفوا لا ديبوندونس بالنسبه معنى لتونس من سو جون دامبورتاسيون. فوالا 4% من الانتاج العالمي هكا. شكون؟ اوكرانيا. اوكرانيا يظهر لي 12% في القمح، يظهر لي فهمت. بون هذا بالنسبه للواحد. بالنسبه الشيء اللي شفناه هو اللي فيه ايميديا، اللي فيه على الاسواق، اسواق الماليه. بالنسبه للاسواق الماليه شفنا فما دي كومبورتمون تراديسيونيل نعرفوهم وقت اللي تلقى ازمه جيوبوليتيك، انه فما دي موفمون نتاع يسميهم لافويت فيغ لا كاليتي. بالضبط 4% من الانتاج العالمي للحبوب و12% من التصدير. نجم ينجم خلي 12% من التصدير. بالنسبه لل في لي مارشي فينانسي اسواق المال، وانه فما دي كومبورتمون نعرفوهم، انه كي تقع ازمه جيوبوليتيك فما ان فينومين يسميوه البحث عن الملاذ الامن، معناها دونك الفالور ريفوج. دونك شفنا اليوم انه لو بري نتاع الذهب قاعد طالع، ونعرفوا انه الذهب عنده خاصيه هو سي ان اكتيف ريال، اما هو لو بلو ليكيد، معناها مش الاكتيف ريال باش يشري اراضي ولا باش يشري معنى عقارات وكل، لا في العالم. دونك اللي الذهب هو الملاذ الامن. شفنا كيف زاد ان اوتر فينومين يسميوه لا فويت فيغ لا كاليتي، معناها البحث عن الجوده، فلاي تو كواليتي، معناها وقت اللي تقع ازمات الناس تشري سندات الدول اللي هي اقل ريسك. وشفنا انه برغم اوروبا وفرنسا والمانيا اللي هما تو شي في الحكايه، انه السندات نتاعهم في الاسواق العالميه معناها وطلعت، معناها يشرو فيهم، وبالتالي معناها لي روندمون نتاع لي اوبليغاتير طاحوا سور لو مارشي. فهمت كيف المارشي تشونج. شفنا سوق صرف، شفنا انه روبل معناها وقع معناها انهيار، معناها طاح ابوبري ما بين 9% و10% يظهر لي نهار الخميس في الاول. وهذا وشفنا زاد انه البنك المركزي الروسي تدخل بقوه باش يشري معناها باش يشري العمله نتاعو، معناها باش ما تطيحش، دونك بور ستابيليزي لو تو دو شونج. بالنسبه للبورسات شفنا انه لو سيكتور بانكير هو اللي كان افكتي اكثر، فهمت كيما نقولوا خاصة في أوروبا وفي أمريكا. وشفنا بأنه مثلا في روسيا البنوك، فما بنك سبير بنك هذه طاحت ب 48%، بنك أخرى في تي بي هذه طاحت ب 41%، وفي هذا في روسيا. وفي أوروبا شفنا أنه البنوك اللي عندها ارتباطات بالسوق الروسية وإلا حاضرة في السوق الروسية هي اللي ضرت أكثر. مثلا سوسيتي جينيرال عندها الفيليال نتاعها في روسيا روز بانك، دونك سوسيتي جينيرال تحت ب 10% ببري. وفما بنوك اللي تري اكسبوزي روسيا كيما اوني بانك اوني كريدي تحت ب 11%. دونك وكيف زاد شفنا مثلا شين دو ماغازان مترو، هذه الشين المانيه دونك هي حاضره في روسيا، عندها 100 ماغازان 100 ماغازان في روسيا، كيف طاحت ب 6%. هذا زاد كيف اذا نشوفوا مثلا لي معناها سوفون زاد وقت اللي تكون فما دي انجو هكا استراتيجيك ولا دي بروبليم بلوتو جيوبوليتيك، انه لي اكسيون في لي مارشي اللي هما فيهم دي بول كيما نتفليكس كيما كيما توسكي مثلا البيتكوين دو لوتر كوتي، معناها كلهم وقعت دي كوريكسيون. مثلا نتفليكس من نوفمبر، من وقت اللي وقعت لي زونجو هذوما معناها جيو استراتيجيك والتونسيون تحت ابوبري ب 40%. دونك هذا ديما فما فينومين دو كوريكسيون، لانه هما شراو معناها وقعت فما بول، معناها لو بري نتاع لاكسيون يل ديباس دو لوان لا فالور فوندامونتال نتاعو.
دونك تلقى الكوريكسيون ناس يسوبوزيسيون سور دوتر اكتيف رفوج كيما ذهب وكل دونك يبيعوا في ساعه ويرجعوا. بالنسبه للبنوك المركزيه شنو لا كل البنوك المركزيه حبيت نربط بالشركات اللي تحول الاسهم نتاعها وفما اليوم دي جروب كبار دول اوروبيه فرنسي امريكان عندهم مصالح كبيره معناتها في روسيا زاده. شنو باش يكون تداعيات هذا عليهم؟ تو شفنا لي بلوكا لي سانكسيون اللي صاروا على مؤسسات على اشخاص زاده على اشخاص زاده روسيين اليوم فما معناتها كيفاش يتموقعوا لي غران جروب هذوما؟ كيفاش لازم يتموقعوا؟ عندهم مصالح في البترول دي غران جروب في الديستريبيوشن ايتترا دونك معناها بكلهم اللي هو معناها اللي في على لو كور دو لاكسيون في المارشي مربوط مدى البريزونس نتاعو في السوق معنا في السوق الروسيه ومعنا لا بريزونس تختلف ومازال ما فماش دي سانكسيون عليهم اي فوالا بور لو مومون ياخذوا فلوسهم زاد يعملوا لهم جيل تاع فلوس وديما ما ننساوش انه اوروبا تخسر اكثر من روسيا في الوضع هذا لانه اليوم نعرفوا انه لا ديبوندونس نتاع اوروبا بالنسبه للبترول وبالنسبه للغاز وبالنسبه للقمح بون صحيح اني تختلف من بلاد لبلاد مثلا في الغاز 60% من البزوان تاع المانيا جاي من روسيا بالنسبه لفرنسا سي ا ببري 23% حاجه 24% على دونك لا ديبوندونس تختلف وهذا البترول اللي ماشي لاوروبا بكله يتعدى بالاوكرانو بلوس معناها الغاز سامحني يتعدى بال معنا بالاوكرانيا دونك سو كي كومبليك ان بو لا دون معنا بالنسبه للوضعيه لانه علاش قلنا روسيا تخسر اقل من البلدان الاوروبيه لانه تنجم كيما تبيعش في اوروبا تبيع للصين ولا دونك وبالتالي معنا تحل مشاكلها نتاع البوزوا. بالنسبه للبنوك المركزيه هو انه لاحظنا في الفتره الاخرى انه البنوك المركزيه كونتينيو دو معناها الارتفاع نسب التضخم ولاو البنوك المركزيه سوريونت معناها الماشين فيغ الرفع في نسبه الفائده هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه بون مالغري انه معناها ما كانتش رياكسيون رابيد معناها مش انه اليوم راهو نسبه التضخم طلعت ولاو رفعوا في نسبه الفائده مثلا ذكروا في انه اوروبا البنك المركزي الاوروبي الهدف نتاعو نتاع الانفلاسيون هو 2% ولكن الانفلاسيون اليوم اللي سوبيريور 5 ولكن ما رفعش في نسبه الفائده منذ 8 اشهر ونسبه الفائده فوق الهدف. توا من المنتظر انه بالازمه هذه انه الانفلاسيون باش تقوى واش تولي بلوس جاي من البترول. اش معناها؟ معناها انه الانفلاسيون كانت قبل جاي من السورشوف لانه الايكونومي راجعه بقوه بوست كوفيد. اليوم الانفلاسيون باش تظهر اني جايه من لا اوز دو بري دو باريل ولكن شنو اللي نجم يتبعها انه اني في نيجاتيف على الكروسونس ايكونوميك. معناها قبل كانت كروسونس فورت وفما سورشوف دونك ديبرسيون انفلاسيونيست كي بوف امني لا بانك سنترال باش اني ترفع في نسبه الفائده. اليوم لا معناها اليوم ممكن اذا طول الحكايه باش تولي الانفلاسيون بلوس جايه من لا اوس دي بري دو ماتيير بروميير وتنجم يكون عندها ان افي نيجاتيف سور لا كواسونس معناها الكواسونس معناها تطيح شويه. دونك معناها نفهموا توا ان البنوك المركزيه ما نتصورش انه باش يسرعوا في ترفيع نسبه الفائده في معناها في الظرف هذا ولا تحب نحكيو على تونس ولا لا من بعد نرجعوا لتونس خلينا نرجعوا جوستومون روسيا بون اخر الاخبار مازال كيتكلم رئيس الاوكراني معناتها يقول اللي فما يطلب من الشعب الحذر واحترام حذر الجولان يقول لهم لانه فما يحكي على فاغنر معناتها بروبابلمون يقول فما معناتها اشخاص معاديه للدوله معناتها ما قالش الجيش الروسي قال اشخاص معاديين متواجدين في العاصمة كييف يطلب المواطنين باش يقعدوا في ديارهم وما يخرجوش وقال حسب المعلومات المتوفرة اللي عنا قال الهدف الأول اليوم وصار واضح معناتها في اللحظات هو يقول لك في اللحظات اللي نحكي فيها الهدف الأول هو أنا قال دونك الهدف الأول هو أنا الهدف الثاني هو عائلتي قال دونك يحبوا يقتلوا الدولة بقتل بالقضاء معناتها قالش قتل القضاء على الرئيس الدولة جوستمون دونك هذا يبدا يتوضح معناتها ماشيين كيف خاطر العباد مازال تسال هو داخل المشيرات الكل اليوم الصباح نشوف في التحاليل مازال سافغان دير سي فغي هو داخل المشيرات الكل
والبارح ماخذ مطار 25 كيلومتر كيف لعبين نزل يقولوا لا الهدف انه المناطق الشرقيه القريبه منه معناتها ماشي ماشي الكيف وماشي باش يسقط الحكم وماشي باش هو الهدف سيطر الهدف حسب ما فهمنا خاف ما شكون يقول لك لا راهو باش يعمل هكاك اما مش باش يسيطر على بلاد كامله سميت الغيب بعد ما عمل هذاك الكل يقول لك لا باش يحط معناتها ممكن نظام موالي ولكن يقعد ايفان اكسيل المنطقه الشرقيه فقط يعني بو هو لو نتفكر اتفاق مينسك كان واحد من بنوده الاعتراف بالمناطق للمناطق الشرقية بدرجة من الحكم الذاتي فروسيا كان هدفها ضمان انه استقرار سياسي ما يميلش بأوكرانيا للاتحاد الأوروبي او يسمح بانضمامها للناتو نوع من الاتفاق السياسي داخل النظام السياسي الأوكراني يضمن مصالح الطرفين هذايا تم تجاوزه منذ أعلن الرئيس زيلينسكي أنه رغبة أوكرانيا للالتحاق بالناتو والاتحاد الأوروبي فهذا تم ومن هنا ذاك ليش صرح بوتين أنه اتفاق مينسك تم تجاوزه من مدة أنا نحب بسيلة اللي طرحه الأستاذ مسألة العقوبات الاقتصادية العقوبات الاقتصادية على روسيا تنجم يكون عندها تأثير عكسي خلافا للي نجموا يتوقعوه البعض حتى وان كانت قاسيه الاتفاقيه العقوبات اللي صارت في 2014 بعد ضم اقليم القرم كان عندها تاثير ايجابي على قطاع الحبوب بالنسبه للروسي ارتفاع الانتاج واصبح عندها مخزون كبير وتطور الصادرات الروسيه لدول اخرى فالقطاع الحبوب تقوى اكثر بعد العقوبات الاقتصاديه اللي صارت في 2014 يعني نجم يكون البديل الروسي نجم يكون مطروح مع دول اخرى واصلا انه قاعدين نشوف كما حكينا البكري انهم قاعدين يعزوا في حضورهم في عدة دول اخرى اذا هم اطراف اقتصادية محتملين في اي وقت وهذا اللي قاعد صاير في القارة الافريقية من 2009 اشتغل بوتين على القارة الافريقية من جنوب افريقيا وصولا للسودان ومصر والجزائر من 2009 فتنويع العلاقات الاقتصادية لروسيا مع الأطراف الكبرى كما الصين ومع الدول الصغرى اللي هي في الدول الأفريقية هذا الهدف منه كان بالنسبة لبوتين ضمان توازن جديد في النظام الدولي أنه أفريقيا عندها ثلاث مقاعد بصورة دورية في مجلس الأمن ثلاث مقاعد ونظرا لأنه التأثير الروسي زاد في أفريقيا الثلاث أعضاء هذوما صوتوا في كل مرة خاصة في عدة قرارات تتعلق إما بأفريقيا ونتفكروا القرار المتعلق بليبيا بوقف إطلاق النار اللي تم رفض التصويت عليه في مرحلة معينة كان برفض روسي مع ثلاث دول أفريقية نجحت في ضمان نفوذها في هذه الدول فنشوفوا انه روسيا في نفس الوقت لما تتحرك عسكريا قاعده تعدد في خياراتها الاقتصاديه ذاك مساله العقوبات مساله محدوده جدا والتصريح الرئيس الاوكراني بانه يشعر انه بلاده بالفعل متروكه لوحدها هذا مبني فعلا على معطيات ماهوش فقط مربوط بالظرف العسكري كامل شو فصل قصير نحب نرجع على النقطة نرجع معكم نحكي على تداعيات هذا الاجتماع لتونس انت قلت طلع من جنوب افريقيا حتى السودان حتى قلت مصر والجزائر وتونس انت ما قلتش تونس انا باش نسالك وتونس وباش نحكي زاد على التداعيات الاقتصادية على تونس قبل ما نمشيو اخر بيلون معناتها القتلى 137 الجرحى 316 وعدد اللاجئين تقريبا 100,000 معناتها اللي مشاو نحو الدول المجاورة معناتها لاوكرانيا بالاساس بولونيا نمشيو فاصل ثم راجعين Vous êtes recruteur, chef d'entreprise ou premier responsable au sein d'une entreprise opérant dans le secteur de l'agribusiness ? Vous êtes en phase de recrutement ou vous avez l'intention de recruter ? EFE Tunisie se propose de vous appuyer dans ce processus et vous offre des formations techniques et en soft skills gratuites pour une meilleure adaptabilité et intégration de vos futurs talents. N'hésitez pas à remplir un formulaire dédié sur www.efetunisie.org. Projet Greenworks, appuyé par la Fondation Ivos.
انترفيو اكسبريسو. نجد لكم تحية، مرحبا بكم الكل. نرجع معك دكتور العربي. بالنسبة للتداعيات على تونس الآن، نحكي سياسيا، نحكي أمور جيوستات جاية، وباش نمشي للاقتصادي معاك استاذ معاذ العبيدي. قلت قبيلك طلعوا مع روسيا قاعده تحاول تفرض مع نفسها في القاره الافريقيه، وبدات كما قلت ملوطة يطلع معناتها، ولكن استثني تونس، قلت معناتها وصولا الى السودان، مصر، الجزائر، يعني خط تونس مش معنيه ولا بالعكس؟ معنيه بالفعل، معنيه، ولا توجد اي دوله في العالم توا بعيده على تاثير التوازنات الدوليه. احنا في عالم وعالم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. المساله بالنسبه لروسيا، منذ تقريبا 2004 2006 الفتره هذه، اعادت روسيا تصوراتها السياسية وفي السياسة الخارجية على أفريقيا من أجل العودة وإعادة نفوذها التاريخي اللي كان بناه الاتحاد السوفيتي من تقريبا من 1950 إلى 1980، لأنه في 1980 خرج الاتحاد السوفيتي، من سحب نفوذه مع بداية مع حكم الأخير الخروتشوف. المسألة في إفريقيا استغلت روسيا خاصة لأنه أغلب صادراتها هي جزء كبير منه من السلاح عبر الاتفاقيات العسكرية مع أكثر من عشرين دولة. تخطط أيضا لضمان حضور دائم، وعندها اتفاقيات مع 5 دول لبناء قواعد عسكرية ومنشآت دائمة في إفريقيا. في نفس الوقت، وهذا مهمنا في الإقليم الصغير اللي داير بينا، الجزائر من 2006 اتفاقية الشراكة، من 2005-2006 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا. الجزائر عندها تاريخ مع الاتحاد السوفيتي سابقا في العلاقات، وازداد الأمر في المرحلة الأخيرة خاصة بعد توتر العلاقات الفرنسية الجزائرية. ومن هنا نشوفوا أنه الحضور الروسي قاعد يمتد، وبما فيه في شمال أفريقيا في معاد والمستقرة كما الجزائر والمغرب. في سياسة روسيا في القارة الأفريقية كانت تعتبر شمال أفريقيا، خاصة المغرب تونس، كأحد نقاط الأساسية للدخول للسوق الاقتصادية الإفريقية، وبالطبيعة نفوذها بصورة عام. الجزائر معناها أصبحت، قولوا احنا بمنطق انه شبه مضمونة، اتفاق شراكة استراتيجية، علاقات عسكرية، أكبر صفقة توريد أسلحة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تعملها روسيا مع الجزائر، صدرت 7.5 مليون دولار أكبر صفقاتها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كانت مع الجزائر. في نفس الوقت كانت تشتغل عبر أدوات جديدة اللي هي الحرب الإلكترونية، وكالة الأبحاث في الإنترنت تمهد لكل تدخل روسي عبر ضرب ما تعتبره الشعوب المحلية المستعمر السابق. صورة فرنسا في إفريقيا أصبحت أكثر مرفوضة أكثر بسبب، أحد أسبابه هي الدعاية الإلكترونية اللي خدمت عليها روسيا بدرجة مهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت الإعلام التقليدي، القنوات الناطقة بالفرنسية وبالعربية وما إلى ذلك. وهذا أشرنا له فيما يخص مال. المسألة فيما يخص تونس، أنه لاحظوا أنه ثم الطوق احنا توا محاطين به ماهوش مستقر، بداية من موريتانيا من الضفة في المحيط الأطلسي، وصولا عبورا مالي، النيجر، بوركينا فاسو اللي هي جي 5 جروب، مجموعة الدول الخمسة دول الساحل، بوركينا فاسو، ثم تشاد وليبيا. كل هذا الطوق غير مستقر. نعرف الوضعية في ليبيا، تشاد انقلاب آخر، 5 دول هذه صارت فيها انقلابات ما عدا موريتانيا والنيجر. الإشكالية الأساسية أنه القيادات العسكرية جديدة صغيرة في السن،
يعني رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد 37 سنة. يعني هذا قاعدين نشوفوا نخبة عسكرية جديدة مكونة بتمويل وتدريب الاتحاد الأوروبي، وقاعدة تحافظ على التقاليد الانقلابية اللي موجودة في أغلب الدول الأفريقية، مع ضعف الحكم المدني والسلطة المدنية. فلازمنا ديما نحطوا في بالنا أنه احنا في منطقة نجم في أي وقت تتغير، وهذه حقيقة واقعية أنه خمسة دول في جي 5 صارت فيها انقلابات. في نفس الوقت انسحبت، وقت اللي انسحبت فرنسا 5000 جندي من مالي، 400 جندي من 400 عنصر من فاغنر في اصبحوا في مالي. فرنسا المستعمر القديم اللي يعرف المنطقة جيد، ولم يساهم ولم ينجح بعد 9 سنوات في عمليته العسكرية في ضمان الاستقرار. الجماعات الجهادية قاعدة تنشط مرة أخرى، وهذا كله في منطقة موازية، في منطقة محاذية لنا، طوق كامل محيط بمنطقة المغرب العربي. فاغنر أيضا عندها تاريخ من الفشل في تدخلاتها، وهذا صار خاصة في الموزمبيق. في الموزمبيق وقت اللي دخلت قوات فاغنر نلقاو اللي الجماعة الشركة الأمنية هذه ما عندهاش إلمام بالمعطيات الثقافية والاجتماعية، وأصلا حتى بالجماعات العسكرية المحلية، فمباشرة مهمتها فشلت في المنطقة هذه. فإنه عناصر الاستقرار السابقة اللي كانت موجودة غير 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 متوفرة في نفس الوقت، وهذا مربوط بالأزمة الأوكرانية الأوروبية. الوضع في ليبيا، أحد الخيارات اللي طرحها الاتحاد الأوروبي لتزويد السوق الأوروبية بالغاز كانت ليبيا، أنه يتم كسوق يتم منه توريد الغاز. لكن الإشكالية أنه الحضور الروسي، وهذا سيناريو تم طرحه في الاتحاد الأوروبي، سيكون سبب في توتر الأوضاع في ليبيا لضمان عدم نجاح أوروبا في تزويد سوقها. في نفس الوقت الجزائر اللي كانت تنجم تمد السوق الأوروبية، نتفكروا أنه الأنبوب الغاز اللي يعبر المغرب تم إيقافه بسبب الخلاف المغربي الجزائري. في مع المعطيات السابقة هذه الكل نلقاو أنه المنطقة معنا الأنبوب اللي متعدي من تونس موجود، لكن خلينا نتفكروا اللي الشراكة الاستراتيجية الجزائرية نجم تكون نجم الجانب الجزائري ما يوفرش معناها الحجم المطلوب من الامداد، ما يوفرش حجم مطلوب من امداد السوق الاوروبي، يعني فما توازن جديد. واصلا الرؤيه العلاقات الخارجيه اللي هو وزير الخارجيه الحالي اللي هو مهندس السياسه الخارجيه الجزائريه كان يتحدث على شراكه استراتيجيه مع روسيا طويله المدى. انه التوتر الاخير اللي صار بين في العلاقات الفرنسيه الجزائريه هو مرتبط برؤيه كامله للسياسه الخارجيه الجزائريه. فاحنا نجم نشوفه انه فعلا المنطقه اصبح فيها فاعل جديد اللي هو الحضور الروسي. ما ننساوش اللي الحضور الروسي في حد ذاته في تونس اشتغل عليه بوتين، اشتغلت عليه روسيا منذ 2011. عدد السياح الذي كان دائما في ارتفاع الى حدود 2016، وخاصة من فترة 2011-2016 اللي هي فترة كانت فيها التهديدات الارهابية متزايدة، فقط السياح الروس كان عددهم يزيد، وصلت في مرحلة معينة ل 600,000 سائح. واختارت روسيا انه السياح يمشيوا لتونس، بينما منعت سياحها من زيارة تركيا ومصر. في نفس الوقت مجال الطاقه، الاشتغال على مجال الطاقه، وايضا استخباراتيا روسيا كانت عنصر مساعد لتونس في 2016 خاصه، ومدت السلطات الامنيه التونسيه بصور الاقمار الصناعيه لتنقلات الجماعات الارهابيه في شمال افريقيا، وهذا اثبت بعض النجاحات في صد العمليات الارهابيه. اذا احنا مع فاعل جديد لابد ان ناخذه بعين الاعتبار خاصه في تونس. فصل قصير موعد الاخبار، نرجع قربت لنا معناتها مقبليك تقرب من الليميت بتاع الامباكت ايكونوميك معناتها هي ياسر كيكا. كي نرجعوا بعد موعد الاخبار والرياضه مع استاذ معز العبيدي، خلينا نسمعوا الامباكت على تونس، امباكت ايكونوميك معناتها اليوم، ثم وين باش تمشي الوضعيه ذيا
فاصل أخبار فنو تركي رياضة نسحبين ثم راجعين مع ضيوفنا اليوم الصباح في برنامجكم إكسبريسو. حضر معنا الدكتور خليل العربي، كنت تسمع فيه الباحث بمركز دراسات متوسطية ودولية ومعهد تونس للسياسة، والأستاذ معز العبيدي أستاذ علوم اقتصادية. فاصل